يا مراحب في شغل عالي. احنا دلوقتي وصلنا للاكاذيب والتحديات، والحقيقه انه في مهنه الطب النفسي احنا مش قادرين نشوف غير انه في اساطير حوالين المهنه، في اكاذيب احنا بنضحك بيها على نفسنا عن المهنه دي تحديدا. الكذبه الاولى لما تقول لنفسك انا مش مجنون عشان اروح لدكتور. احساسك طول الوقت بانه زياره الدكتور النفسي موتره وعيب وانه وصمه عار، دي مسببه لناس كتير مننا ازمات كتير لانه معطل نفسه عند نقطه ما حدش اصلا بقى بيفكر فيها. الكذبه الثانيه لما تقول عاوز دكتور مش بيكتب ادويه. اكتر حاجه بتضر وبتعطل شغلانه الطب النفسي هي مقاومه المريض لما يكون فعلا محتاج دواء. غالبا يا جماعه عارفين لما بنرفض الدواء من عند الدكتور النفسي لاني بقول لا ما ينفعش اخد ادويه علاج نفسي، كانك بالظبط بتروح لدكتور جراح وتقول له لا بس انا عندي المشكله الفلانيه بس انت ممكن تطبطب على الحته دي ما تعملش عمليه. الكذبه الثالثه واللي موجوده في المجتمعات اللي فيها ثقافه اقل انه الدجل ممكن يكون حل. من الحاجات المنتشره جدا ان الواحد يبقى عنده مشكله نفسيه فيقولوا له ده ممسوس، ده محتاج يروح عند شيخ او قسيس لكنه هو ما عندوش حاجه ما تقلقش وديه كده بس ممسوس، والحقيقه محتاج بس يروح العياده. الكذبه الرابعه اللي كلنا صدقناها واللي فيها جزء من الحقيقه، الطب النفسي للاغنياء فقط. بصراحه فاتوره العلاج النفسي غاليه في كتير من العيادات، لكن الخبر الحلو انه في مبادرات كتير حكوميه منتشره في كل حته، وانه الكشف في مستشفى العباسيه لسه ب 2 جنيه. بالمناسبه مستشفى العباسيه مش بتاعت الايه؟ شفتوا احنا قلنا ايه؟ اسمها مستشفى العباسيه للامراض النفسيه، ما فيهاش اي حاجه عيب. الكذبه الخامسه، الطب النفسي بيقلل من قدراتك. بعض الناس بيفتكروا كده زي ما كان بيطلع في الافلام انك لما تروح للدكتور نفسي هتركز في حاجات وهتبتدي تشك في الناس اللي حواليك، لكن اعتقد ان خبرات وتجارب ناس كتير بتقول العكس تماما، الطب النفسي بيحسن ويعلي من قدراتنا. كذبه بقى ان الدكتور هيقول لك اي كلمتين تسمعهم في اي حته، او لو قريت كتاب عن الطب النفسي انت تعرف تشخص لنفسك كل الحالات. دي اسمها كذبه المتفزلكين، والفزلكه في الطب الله يخليكوا بلاش. كذبه ان الطب النفسي هيخليك خايف ومرعوب ومتوتر موسوس، يعني دي من الاكاذيب المنتشره عن الطب النفسي، انه هيزود لك كل ما تزيد معلوماتك هتوسوس وتفتكر ان الحاجات العاديه مشاكل، والحقيقه انه لا، المعرفه طول عمرها قوه مش ضعف. عكس ده بقى لما يقول لك انه الطب النفسي لما تروح مرتين ثلاثه للدكتور خلاص انت هتبقى عارف تظبط نفسك وتعالج نفسك ازاي، يعني الطب النفسي هيخليك انت دكتور نفسي بزيارتين ثلاثه، ودي كذبه بتخلينا نبطل ونوقف العلاج في مراحل مهمه جدا ممكن نكون خلاص قربنا نبقى تمام. في خدعه بقى، يعني انه يقول لك خد الوصفه دي هتهديك. مفيش علاج لطب نفسي بشويه اعشاب تهديك، دي كذبه وخدعه وتضليل للناس. عاشرا بقى، بتكذب على نفسك لو قلت هتحسن بعد شهر او لو حد قال لك هتتحسن بعد شهر. العلاج النفسي تحديدا رحله طويله جدا ما ينفعش نتوقع فيها نتائج اسرع، والا هنحبط في نص السكه وغالبا مش هنكمل. خد نفسك شويه غالي وارجع نكمل شغل عالي. اهلا بيكم مره تانية، والنهارده من ضمن الحلقات اللي جمهور الاستوديو كان اقل تفاعلا خالص خالص، يعني ما حدش كلمني النهارده غير شروق. لكن برضو احنا يعني اسره البرنامج قررت انها تشجعكم وحضر لكم هديه لذيذه كده، بما اننا كتير ما بنتكلم عن التشجيع وانه جزء من الحاجات اللي بتحمسنا للشغل، فاحنا عايزين نسيب معاكم حاجه تفتكروا بيها البرنامج وتتحمسوا اكتر في الشغل. ممكن تسمحوا لنا فريق البرنامج ممكن يوزع علينا الهدايا. شغل عالي 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 نرجع للتحديات، المهنة العظيمة اللي اسمها الطب النفسي. واحد من التحديات دي هو الصورة الذهنية عن الطب النفسي.
اقنع كل اللي حواليك ان زيارتك مش وصمه، وانك كطبيب هم محتاجين لك، وانه محتاج يروح لك العياده مش يحكي لك قصته وهو واقف معاك في السوبر ماركت او في الشارع. راحة المريض تحدي حقيقي. المريض اللي بيروح لدكتور نفسي هو تعبان، ويمكن تعب النفسي أصعب وأكتر بكتير من التعب الجسدي. غالباً أنت ممكن تكون أمله الوحيد أو أمله الأخير، عشان كده التحدي ده صعب جداً. تحدي طولة البال والتفهم طبعاً. مطلوب منك أنك تسمع للمريض ونتخليه يطلع كل اللي جواه، كل شحنة الكلام والمشاعر بشكل كامل، ودي مهمة مش سهلة، وأي طبيب نفسي خلقه ضيق مش بيقدر يكمل ولا يكسب ثقة الناس. تحدي مشهور في علم النفس اسمه الحصانة النفسية، لأنه ناس كتير شايفة أنه من أكبر تحديات الدكتور النفسي أنه هو شخصياً ما يتأثرش بكتر المشاكل اللي بيسمعها من أشخاص كتير ومختلفين كل يوم. هو في الآخر إنسان ممكن يتأثر. تحدي السؤال الظريف والاستظرافة بتاعت حللي شخصيتي، مش أنت دكتور نفسي؟ واحدة من أكبر الحاجات اللي بتتكرر كل يوم مع الدكتور النفسي، لما يعرف حد إن هو دكتور نفسي يقول لي بقى شخصيتي. الدكتور النفسي معالج بيشتغل شغلانة عميقة جدا، ومش بيلعب كويز معاك على الفيسبوك. تصنيف المهنة. في تحدي حقيقي في الطب النفسي إنه في تخصصات كتير أو في مسميات كتير مش في الطب النفسي ولا هي ليها علاقة بالطب، زي مثلا مسمى اللايف كوتش، المشير النفسي، الأخصائي النفسي. كل دي ناس بتعمل مجهودات جميلة جداً، لكن لما تحتاج لدكتور وعلاج حقيقي أنت لازم تروح لدكتور نفسي. تحدي أنه يفصل الشغل عن الحياة الاجتماعية، لأنه بطبيعة الحال الدكتور النفسي ده كاتم الأسرار، يعني لازم يبقى اللي بيحصل جوه عيادة الدكتور النفسي ما يرتبطش وما يخرجش خالص بره سور العيادة. التحدي الثامن هو الصورة الذهنية. السينما والأفلام قدمت صورة أقل شوية من الحقيقة عن الطبيب النفسي. بعض الأفلام قدموا الدكتور نفسه أنه هو غير متزم، ودي حاجة شوهت المهنة المقدسة دي عند كتير من الناس. تحدي الدواء. زي ما قلنا أن في كذبة اسمها ممنوع أخذ دواء، الدكتور نفسه عنده تحدي أنه من حقه يدي أدوية لو حاسس أن الحالة اللي قدامه محتاجة دواء. التحدي العاشر أنه عالم واسع جداً، وواحد من فروع الطب اللي كل يوم فيها حاجة جديدة، فدكتور من غير ما يتابع الجديد في طرق العلاج بيتأخر كتير. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي.